ضد الهاك ومع اللعب النظيف، مش انت ضد الهاك ليك ما يكون يتبند مثلا اليوتيوبرز مثلا، ولا يتبند مثلا صديقك تولي، لا انت مع الهاك. خذ مبدا، يا تكون ضد الهاك ولا مع الهاك. انا مبدئي ضد الهاك، مبدئي ضد الهاك وضد الغش، خاطر فما ناس يظلموا. مثلا يكون مثلا فريق الاي او يقدر يدخل لهم لاعب مثلا هاكر يخرجهم لاربعه 7-0 مثلا، ولا 15-0، وعطي لي واحد. فهمتني؟ فهمتني. ان شاء الله الناس الكل معناتها تكون تلعب بنظافه. فهمتني؟ نغيروا اسم الروم، بربي ديما فكروني الاولاد نغيروا اسم الروم. اي او اي او يس وينر. شو يا صاحبي، فما ناس اخويا محلاهم، فما ناس هزوا بطولات وناس لعبوا بطولات اخويا من اول ما حي شفتهم في اللعبه. مثلا نقولوا نحن على سبيل المثال هيروشيما مثلا، شكون لعبوا هي علي وجمال وهيرو وعماد كان لعب الخمس مهاش اخويا من اول اللعبه بحسابه، ماذا هو ما تبنتش. تقول لي هزوا هذوما لقب، نقول لك اه لان هزوا لقب، لان اخويا شابو برافو. فهمتني؟ جي يا اخويا تقول لي فلان هز لقب بعد شهرين او 3 اشهر، فلان تبنت حسابه، وش يقول لك؟ قال لك طاح تاكيد هويه، طلعت هويته هندونيسيه ولا طلعت فهمتني من زيمبابوي. تتمسخر بعقل؟ كل شيء هاكر الا الله. الشركة عاملة حملة ضدي بندت، لا ما بندتكش انت وحدك، انت يمكن مشهور قلت بندتك، لكن معك انت تبنى تقريبا 1000 اكاونت اخر في نفس الوقت. فهمت؟ ها تقول لي فلان يلعب هاكر وفلان هاكر، اموره بينه وبين الشركة هذيك. فهمت؟ تقول لي زهروف، لا تقول لي وايت، لا تقول لي مورو، لا تقول لي فما شركة هي مسؤولة وفما فريق، اللي يلعب يتحمل مسؤوليته. أنا يهمنيش. عمركش سمعت كونت زينة ولا هارد كرو ولا نينجا ولا علي ولا عماد بند طول حياتهم يلعب؟ انا حتى حساباتهم كيف غيروا حسابات باعوه، حتى الاي دي موجود. اما ناس يهزوا بطولات نحن اساطير. ايش اساطير؟ ايش حتى انا نحط تريسيتي ونحط سبريكت ونحط فتني بريكا ونحط تريسيتي ونولي اسطوره ونهز بطولات. وقت غير ريفا تريسيتي عندهم ياسر. لا والله ما نقصد وايت، شو وايت هز بطوله؟ هو وايت نحكي على البطولات، مش دخل وايت في البطوله. اخي وايت هز بطوله ويلعب اصلا في البطولات. لا نحكي على اللي يلعبوا في البطولات. ريسينتي اول وينرز اي دخلوا خلاص. لا اخي وايد يلعبوا بطولات ويلعبوا واحد، نحكي اون جينيرال في البطولات في الواحد.